من جديد برحب بيك يا ساره، برحب بكابتن هيثم وكل اشياء وجماهير النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قلنا يوم تاريخي، كلنا محظوظين ان احنا شاهدنا يوم زي كده، انطلاق النادي الاهلي في جنوب مصر وخاصه محافظه الاقصر الغاليه على قلوبنا كلنا. معانا دلوقتي واحد من اصحاب الانجازات واصحاب الانجاز اللي احنا فيه دلوقتي، وانجازات ثانيه كتير جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يطمح بيها في الفتره الجايه، معالي الوزير عامر فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. يعني الف مبروك يا فندم، اعتقد يعني احنا محظوظين بمجلس اداره النادي الاهلي والانجازات اللي كل يوم اعتقد وصلتونا ووصلت لكل جمهور النادي الاهلي ان خلاص ما بقاش في حدود الطموح. والله الحمد لله، نحمد ربنا ونشكر فضله في البدايه، والف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي العظيمه واعضاء النادي الاهلي الكرام. مبروك لينا جميعا، مبروك لمصر، مبروك لانطلاقه قويه جدا داخل ارض الصعيد، مبروك الحقيقه لكل من ينتمي الحقيقه للصعيد وللنادي الاهلي. اعتقد حدث تاريخي كبير، انطلاقه بدايه في ان شاء الله المزيد خلال الفتره الجايه في محافظات اخرى باذن الله. النادي الاهلي الحقيقه عايز يروح لكل محافظه في مكانها، عايز يجتهد انه يقدم مشروع مجتمعي قوي، اقتصادي استثماري قوي جدا لمصر ولشعب مصر. ده دور النادي الاهلي، دور النادي الاهلي الوطني، دور النادي الاهلي تجاه البلد، دور النادي الاهلي دايما انه يدعم الشباب ويدعم الخدمه المجتمعيه ويدعم الطموح المصري الحقيقه لمزيد من التجديد والتطوير. هو ده النادي الاهلي، وده الحقيقه يمكن الرساله دي بقت موجوده في القياده السياسيه بقوه، موجوده بشكل احنا شايفينه ورصدينه الحقيقه، كم الانجازات الحقيقه، كم التخطيط، كم الحلم اللي بدا يبقى حقيقه، كم الجهد اللي معمول. الحقيقه سياده الرئيس بيتحرك في كل حته في كل الملفات، جهد الحقيقه متميز. بنفاجئ بحاجات الحقيقه ما كناش نتخيلها، بنفاجئ بان الملفات كلها بتشتغل في وقت واحد بطاقه كامله، بخطوط قويه جدا، بحلم كبير جدا للشعب المصري. اعتقد ان مصر هيبقى شكلها مختلف تماما خلال الايام القادمه والسنوات القادمه باذن الله. يمكن احنا بنقترب من افتتاح العاصمه الاداريه، حلم المصريين كله ان شاء الله باذن الله. الطرق، الخطوات اللي بتتعمل، القطارات، نسبه التواصل اللي بقت موجوده ما بين المحافظات، يمكن النادي الاهلي داخل بجزء الحقيقه طيب جدا الحقيقه، انه يقوم بدور رياضي مجتمعي قوي جدا. ان شاء الله باذن الله يبقى مزيد من النجاح لمصر ومزيد من النجاح للنادي الاهلي، وكلنا نتحرك في اتجاه واحد لرفعه بلدنا وتحيا مصر. يعني سيادة الوزير، يعني الوحدة الاقتصادية ما بين الأهلي واستادات، أول ثمارها كانت استادي الأهلي والسلام، قناة الأهلي الأهلي وتطويرها، والنهاردة أهل الأقصر، إن شاء الله اللي جاي فيه. والله بص، خلينا نتملي نتحرك على المفاجآت، لأنه النادي الأهلي زي ما احنا الحقيقة شايفين، حتى احنا نفسنا كمان بنتعلم القيادة السياسية، أنه ما بنتكلمش ونقول الخطوة الجاية إيه إلا بنفاجأ بأن احنا بنفتتح حاجة على أرض الواقع موجودة ومعمولة. يمكن احنا بدأنا الحمد لله العمل في إن شاء الله مع شركة استادات الحياة، اللي بشكرها على جهدها الرائع معانا وعلى شراكتها والتعاون المثمر الحقيقة اللي أصبح موجود على أرض الواقع بكثافة كبيرة جدا على كل المستويات الحقيقة، سواء من تطوير قناة النادي الأهلي أو من استاد النادي الأهلي أو من كمان حمام السباحة اللي هيبقى إن شاء الله طفرة لمنطقة الأهلي الجزيرة ولأعضاء النادي الأهلي الكرام، وشراكة ما بيننا وما بين وزارة التربية والتعليم، حتى في بنك المعرفة، ملفات كتير الحقيقة بتتحرك عليها، بيتحرك عليها مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد إن شاء الله بإذن الله، يبقى في برضه في منطقة الصعيد وبقوة وفي مكان جديد نعلن عنه في القريب إن شاء الله العاجل بمشيئة الله. وإحنا موجودين وبنتحرك الحمد لله في كل الملفات على التوازي ان شاء الله باذن الله. نتمنى لفرقنا في النشاط الرياضي تكون على دايما على مستوى المسؤوليه، بنتمنى لفريق كره القدم في بعثتنا ان شاء الله باذن الله المسافره للكونغو ان شاء الله التوفيق. نثق الحقيقه في رجالتنا في النادي الاهلي، نثق ان هم كمان يعلموا ان وراهم جمهور كبير وانهم يتحملوا المسؤوليه تجاه جماهيرهم، يتحملوا المسؤوليه تجاه جماهيرهم في رفعة اسم النادي الاهلي وعلو اسم النادي الاهلي، وان احنا نتحمل دايما الصعوبات وان احنا نتحرك على المنحنيات العنيفه جدا، نبقى موجودين فيها بقوه ونكون رجاله وقد المسؤوليه.
هو ده النادي الاهلي وهي دي رجاله النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله يبذلوا مجهود كبير جدا خلال ان شاء الله المباراه القادمه، ونجتهد باذن الله ان احنا نحقق ان شاء الله نتيجه طيبه باذن الله لرفعه اسم النادي الاهلي. كلنا موجودين في خدمه النادي الاهلي، كلنا موجودين ان احنا نرفع اسم النادي الاهلي، كلنا موجودين عشان نحط بصمه ولو بسيطه جدا في تاريخ النادي الاهلي، ان يكتب اسمنا بميه الذهب في تاريخ النادي الاهلي وفي محاضر مجالس ادارات النادي الاهلي لمزيد من النجاح. بشكر الحقيقه الكابتن محمود الخطيب الحقيقه على جهده الدائم الحقيقه في مجلس اداره، بشكر كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي على التكاتف، على ان كلنا بنشتغل على قرب رجل واحد، بشكرهم على روح الفانيلا الحمراء اللي موجوده والحقيقه اللي بنشتغل بيها بقوه في كل الملفات وفي كل المجالات. ان شاء الله باذن الله مزيدا من النجاح ان شاء الله خلال فتره قادمة إن شاء الله. معالي الوزير، يمكن البداية كانت من العاصمة الحالية لمصر القاهرة، وكمان نسي الأهلي طار لغاية لما جه عاصمة مصر في العاصمة قبل التاريخ في الأقصر. أعتقد مع العاصمة الإدارية إحنا مطالبين كمان كمجلس إدارة بالنادي الأهلي في العاصمة الإدارية الجديدة. على فكرة يمكن إحنا اتحركنا في الملف بتاع العاصمة الإدارية ده في وقت معين، ويمكن رحنا وقابلنا، يمكن أنا والكابتن محمود الخطيب قابلنا الحقيقة معالي الوزير اللواء أحمد زكي عابدين الحقيقة المسؤول عن القاهرة العاصمة الإدارية، وكنا بدأنا إن إحنا نتحرك على إن إحنا نسأل نتحرك إزاي هناك والأسعار إيه والتحركات دي. أكيد هيبقى فيه إن شاء الله حاجة الفترة الجاية، لكن إحنا عندنا أنت عارف فرع التجمع إحنا شغالين عليه الحقيقة مع الهيئة الهندسية، الحقيقة هي اللي بتبني فرع التجمع، وإن شاء الله بإذن الله إن إحنا نكون على شهر 7 كده أو إن شاء الله أول 8 نفتتح بإذن الله، يمكن إحنا هنحاول نضغط أكتر من كده، نفتتح إن شاء الله بإذن الله المرحلة الأولى من فرع التجمع على مساحة 50 فدان، ودي الحقيقة يعني إن شاء الله هتبقى طفرة كبيرة جدا، بجانب كمان الجهد اللي بيتعمل الحقيقة من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في الحقيقة الأهلي زايد الحقيقة، وبناء وتطوير 28 فدان جداد يضافوا للمرحلة الأولى الحقيقة اللي تمت في خلال عهد المجلس السابق الحقيقة، وهي كانت برضو 28 فدان، فإن احنا نضاعف المساحة دي كلها في توقيت معين أعتقد ده إنجاز كبير. نفس القصة في أهلي الجزيرة الحقيقة، بنجهز الحقيقة علشان المدرج النادي الأهلي اللي هو موجود وكل الغرف الخاصة بقطاعات النشاط الرياضي إن شاء الله خلال الفترة القريبة أو إن شاء الله تفتتح. نفس القصة المدرج القديم الحقيقة الخاص بملعب مختار التتش المفروض هيتم الحقيقة إزالة الجزء المتبقي ليه، لأنه الحقيقة في مشكلة إن هو قايل للسقوط، وهيتم توسعة النادي الأهلي في الجزيرة بشكل الحقيقة هيبقى متميز جدا، كذلك بقية البوابات. يعني اللي أنا أقصده إن النادي الأهلي بيتحرك في ملفات الحقيقة عديدة كبيرة متعددة في كل الاتجاهات، بميزانيات كبيرة، بفكر، بتخطيط، بحاجة إن شاء الله بإذن الله تكون إن شاء الله إيجابية لجماهير النادي الأهلي ويكونوا هم راضيين. بنوعدهم حتى في الأنشطة الرياضية، يمكن احنا الفترة اللي فاتت دي دعمنا بشكل كبير جدا العديد من الفرق، ودعمنا الحقيقة بعناصر متميزة جدا، إن شاء الله كده تكون النتائج المفروض خلال الفترة الجاية تكون إيجابية. في بعض الإخفاقات في بعض الألعاب مثلا في مباراة مبارتين إن شاء الله يعاد ترتيب الملف بشكل أسرع، وإن شاء الله بإذن الله يكون النجاح دايما للنادي الأهلي. شكرا يا فندم وبالتوفيق، وربنا يعني دايما يكتب لكم في كل خطوه او كل مكان رجلكم رجل النادي الاهلي بيتحط فيه بينور، واعتقد ان اساميكم هتتكتب في التاريخ باحرف من نور مش بس باحرف من ذهب. والله بشكرك وبشكر قناه النادي الاهلي الحقيقه على تغطيتها دايما المتميزه الحقيقه، يمكن احنا شايفين الفيديوهات والبروموهات والحاجات اللي اتعملت الحقيقه على الاحتفاليه النهارده حاجه اكثر من رائعه، حاجه الحقيقه تحسسك بانتمائك لبلدك وتحسسك بانتمائك للنادي الاهلي وتحسسك ان انت في يعني في حاجه حلوه في مصر، في انتماء، في تاريخ، في مبادئ، في قيم، في تراث لمصر، في حضاره، في حاجات كتيره جدا الحقيقه، وانت موجود وبتتفرج على الفيديوهات اللي موجوده بالكلمات الحقيقه العبقريه للحقيقه ليعقوب السعدي وهو بيتكلم الحقيقه، والباقي الحقيقه الشخصيات اللي كانت بتتكلم في الافلام اللي تم اذاعتها، مفيش كلمه الحقيقه الا متميزه، مفيش كلمه الا لما تلاقيها في محلها، حاجه جميله. بتشرف الحقيقه بتشرف ان انا انتمي لعائله النادي الاهلي والاسره النادي الاهلي والمجلس اداره النادي الاهلي، وبتشرف كوني نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. اشكرك فندم. اشكرك. احمد ساره، يعني الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، عائلة النادي الأهلي كل يوم بتزيد وبتكبر، ألف مبروك لكل المصريين ولكل جماهير النادي الأهلي، دايما النادي الأهلي رقم واحد، الكلمة ليكم.